عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل في فيديو جديد. من اكثر المواضيع اللي طلبتوني باش نحكي عليها هي ناحيه التطوير. اليوم بالزهر انا قاعد ندور في الفيسبوك ونلقى بيب من سكايميلا انفورماتيك مهبطه ديكارت مير عامله فيهم بروموسيون امباتابل ماكش باش تلقاها في حتى بلاصه. ومن اهم القطايع اللي تنجم تبدلهم من ناحيه التطوير وننصحكم تبدلوهم اول حاجه هي الكارت مير، خاطر اغلبنا عنا ديكارت مير قدم. دونك تجيب تبدل البروسيسور لازم تبدل الكارت مير، تجيب تركب اس اس دي ان في ام او جينيراسيون 4 لازم تبدل الكارت مير. دونك فما لي كارت مير اللي قدم فيهم دو سلوت نتاع راه وانت تحب على 4 سلوت. دونك اول حاجه واللي هي القطعه المهمه باش تكمل بقيه القطايع الاخرين هي الكارت مير بالنسبه للبي سي نتاعنا. دونك بالنسبه لكارت مير هذوما يدعموا الجيل العاشر والجيل 11 من انتل، عاملين فيهم بروموسيون طياره على الاخر. تو باش نشوفوهم مع بعض. الوغ شباب، بالنسبه لكارت مير موجودين في سيت سكايميلا انفورماتيك عندنا 7 كعبات عاملين فيهم بروموسيون من 50 دينار حتى كشي 190 دينار. كيما نعرفوا نحنا لكارت مير بتاعنا القدم اسوامهم هو بيدهم هكا. دونك انت باش تطور في حاجه ما خير فيها فيتشرز تستحقهم في الوقت الحالي بالاسوام نتاع الكارت مير بتاعك القديم. دونك فرصه كبيره برشا باش تطور في حاجه ما خير. وكيما قلت الكارت مير ديما مفتاح التطوير بالنسبه للبي سي نتاعك. دونك لكارت مير نتاعنا القدم نفكركم اللي هي اغلبيتنا فيها دو سلوت رام. دونك تو الكل ماشيه للي بي سي تاخذوا ب 32 جيجا دو رام، خاطر فما العاب خارجين جينيراسيون جديده تتطلب اكثر من 6 جيجا دو رام. كيما نقولوا نحن 95% من الالعاب تسحق 6 جيجا دو رام، فما العاب جدد بالرسمي لازمك 32 جيجا خاطر ماشيين ونطوروا وحاجات ما خير. دونك لازمك 32 جيجا دو رام في البي سي نتاعك، مانيش نقول لازم 100% لا، اما من المستحسن يكون 32 جيجا دو رام. بينما لازمك يكون عندك كارت مير فيها 4 سلوت رام باش تبدا تخدم وجوك مرتاح. لهنا بالحق فرصه اذا كان عندك الاي 3 الجيل العاشر تنجم تطلع الاي 5 الاي 6 الاي 9. دونك تنجم تعمل قفزه نوعيه من كل معالج. عندنا الام اس اي ماك بي 560 ام بازوكا، عندنا الام اس اي ام بي جي زد 590 جيمنج ايدج واي فاي، عندنا الام اس اي ام بي جي زد 590 جيمنج فورس، عندنا لازوس تاب جيمنج زد 590 بلس واي فاي، عندنا لازوس روغ اس تي ريكس بي 560 جي جيمنج واي فاي، عندنا لازوس روغ اس تي ريكس بي 560 ا جيمنج واي فاي، واخر كارت مير لازوس برايم زد 590 بي. دونك هذوما لي 7 كارت مير يسبورتيو الجيل العاشر والجيل 11 من انتل. دونك انت لهنا لازمك تعرف شنو هو البروسيسور اللي باش تشريه وشنو هو لي كومبوزونت الاخرى اللي باش تشريها. وحتى اللي باش يصنع بي سي جديد ينجم ياخذ كارت مير من هنا ويكمل بقيه الكومبوزونت اذا كنت تحب تعمل بيلد حسب المتطلبات نتاعك وحسب القطايع اللي انت تحب تشريهم، يعني باش تعمل تجميع وحده. على فكره اللي كارت مير القدم اغلبيتنا عندنا اس اس دي ساتا 3، دونك لهنا تنجم تركب اس اس دي ان في ام او. دونك تولي عندك سرعة نقل البيانات وبرشا فازات جدد، يعني فيتشرز بالحق تستحقهم بأسوام عالمية بالرسمي، أسوام عالمية. بالنسبة لكارت مير بالجودة والفئة هذه تعطيك اوبتيميزاسيون دي بيرفورمانس دي بروسيسور اي دو لا ميموار انسي كو لا فيتيس دو ستوكاج دو ترانسفير دو دوني يو اس بي اسيغ اون فلويديتي بارفيت بوندون فوتخ بارتي. ابار سا من ناحية الجمالية كيما نشوفوا لهنا عندنا الار جي بي، كيما قلنا في اللازيوس عندنا الاورا سينك، وبالنسبة لما ساي عندنا ميستيك لايت، يعني باش تعطيك سينكرونيزاسيون للار جي بي مع بقية لي كومبوزون نتاعك. على فكرة لي كارت مير هذوما دونك تنجم تركب عليهم أي كارت جرافيك تعجبك أنت دون أي استثناء. إل سوفي تعمل تجميعة متوازنة، يعني البروسيسور والكارت جرافيك لازمهم يكونوا متوافقين، يعني ما تنجمش تعمل مثلا اي 5 ديزيام جينيراسيون و ار تي اكس 3090 بار اكزومبل، ما تنجمش مثلا تعمل اي 5 11 جينيراسيون و ار تي اكس 4080. دونك لازم تعمل تجميع متناسقة، مثلا تعمل اي 7 11 جينيراسيون فيرسيون اي لوكد معاها ار تي اكس 3090. دونك حاجات كيما هكا. دونك لازم تعمل توافقيه بين القطايع، يعني حاجات كيما نقولوا كومباتيبل على بعضها، ما تعملش تاثيرات في البي سي نتاعك فماش بوتل نيك. دونك تلعب مرتاح على الاخر. دونك فوالا اللي باش يعدي كومونت تلقاه الليان في الديسكريبسيون تحت الفيديو، بالحق هذه فرصه باش تطور في البي سي نتاعك باسوام رخيصه على الاخر.